31st, our combat mission in Iraq will end. سوف يردع كل من يحاول المساس بشبر واحد من أراضي المملكة العربية السعودية. Also proud to carry with me the goodwill of the American people. A greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، الزملاء الأفاضل، عيون الصحفيين ترحل اليوم إلى هذه القاعدة يترقبون حظوظهم في المنافسة الشريفة على فئات جائزة الصحافة العربية، أولئك ممن لا تجف أقلامهم ولا تتعب أصابعهم من مفاتيح حواسيبهم، وهم يكدون بإخلاص وأمانة ودون ما كلل أو ملل لإيصال رسالتهم، رسالة التنوير ونشر المعرفة والدفاع عن الصالح العام. دقائق قليلة تفصلنا اليوم عن كشف النقاب عن أسماء فارسات وفرسان الدورة التاسعة لجائزة الصحافة العربية. صاحب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، منذ انطلاق دورتها الأولى في عام 1999 حافظت جائزة الصحافة العربية على تطوير نفسها، وفي هذا العام أدخلت الجائزة تغييرات جذرية على فئاتها وتركيبتها، وذلك لتبقى على الخطى نفسها مواكبة للتطورات المتسارعة في صناعة الإعلام والاهتمامات الصحفيين العرب. عمل مجلس إدارة الجائزة وأمانتها العامة التي يمثلها نادي دبي للصحافة على تطوير شروط ومعايير وأحكام الجائزة لتعزيز ومواصلة نهج النزاهة والشفافية، وتم استحداث فئات جديدة ودمج فئات قائمة مع التركيز على الشباب بشكل خاص، كما فتح المجال لمشاركة الصحافة الإلكترونية. التقدم للتنافس على الجائزة هو حق مفتوح أمام كل صحفي عربي يعمل في صحيفة يومية أو أسبوعية أو دورية مطبوعة أو إلكترونية، كما يمكن لكافة المؤسسات الصحافية العربية والنقابات وجمعيات الصحفيين ترشيح أعمال صحافية لنيل الجائزة، وينطبق ذلك على كل الفئات باستثناء شخصية العام الإعلامية التي يتم التصويت عليها واختيارها من قبل مجلس إدارة الجائزة. والآن سنلقي نظرة بالأرقام حول حجم المشاركات وأعداد الدول المشاركة في هذه الدورة التاسعة قبل فتح الستار عن كوكبة الفائزين.
صاحب السمو وأصحاب المعالي الحضور الكرام، نبدأ بجائزة الصحافة الاستقصائية والتي تم استحداثها هذا العام لأول مرة، والتي تمنح لأفضل تحقيق استقصائي يتناول موضوعات أو ظواهر أو يكشف جوانب جديدة في قضايا تهم الرأي العام في كافة المجالات. الآن اسمحوا لي أن أدعو وأرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد يوسف، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، لتكريم الفائز. المرشحون لهذا العام هم غازي بني عودة ونائل خليل، معادلة للربح وتأييد للقمع وتأبيد للقمع، خصخصة السجون الإسرائيلية، نظرة إلى الداخل، جريدة الأيام، فلسطين. رضوان حفياني، مغاربة يحاربون في صفوف المارينز، مجلة الصباح المغربية، المغرب. سماح عبد العاطي وعلي زلط، تحقيق يكشف عن شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، صحيفة المصر اليوم، مصر.